النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم كان في مكة، بعث في مكة عليه الصلاة والسلام. هل صنع تفجيرات؟ مظاهرات؟ طالب أن يكون هو الرئيس، طالب بالحكم؟ لا، هذا الإرهاب والتفجير هذا ليس من الإسلام. بل أهل رواندا يعرفوا للمسلمين أنهم على الحق. عندما حصلت المجزرة ما قتلوا واحد، بل دافعوا عن الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بقتل الكفار، لم يبعث لقتل الكفار، بعث لهداية الكفار عليه الصلاة والسلام. بعدين هذا الذي يريد يفجر في الكفار ممكن يقتل كم؟ واحد، عشرة، لكن لو دعا إلى الله كم سينقذ؟ ممكن إلى مليون. إذن دعوة الإسلام هي دعوة إصلاح. الإسلام ينهى عن قتل الأبرياء، فأنت دورك الآن تصلح هذا المجتمع. بعض الشياطين أرادوا أن يشوه صورة الإسلام بهذه المظاهرات، بهذا التفجير، بهذا الإرهاب. الآن لو نقول لك عندنا تجارة تربح فيها 1,000 دولار وتجارة آمنة وتجارة تربح فيها 10 دولار لكنها ليست آمنة، تأخذ أي تجارة؟ ألف. إذن الدعوة إلى الله تجارة آمنة ويدخل الناس في دين الله. خذ الكفار وجاب بهم من الإيمان. والله تربح. ثم لابد أن المجتمع هنا، الحكومة، الرئيس يعرف أننا نصلح. والله ندعو للرئيس، ندعو للحكومة بالصلاح، بالهداية. لا يمكن أننا نسكت. لو عرفنا أن إنسان يريد إفساد، يريد تفجير، يريد تخريب، لابد نبلغ عنه الحكومة، لا نسكت عنه، لأنه خطأ واحد قد يضر بالمسلمين. إذا لابد نحافظ على هذا الإسلام.